السلطة التشريعية واجبها تشريع القوانين. وعندما يرجع أي مواطن الآن إلى القوانين المشرعة بخصوص الشهداء والجرحى نجد بأنها من أفضل القوانين في العالم. طيب. هذه شرعت حقوق وامتيازات وثبتت هذه الحقوق في هذه القوانين وطبقت. ومع الأسف أنا أسمع يعني قبل قليل يعني سمعت معاناة المواطنين من الروتين الإداري والفساد الإداري الموجود في الدوائر مع الأسف والتأخير والمعاناة. بصراحة هذا شيء مؤلم أن تصرف اليوم العراق يصرف موازنات تجارية بالتريليونات أن الآن المواطن الفقير وأبناء الشهداء والجرحى يعانون ولا يجدون الاحترام الكافي في المؤسسات والدوائر الحكومية.